قامت مصالحنا بعملية نوعية مكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر الحدود الوطنية عن طريق التهريب. أطوار القضية تعود إلى مطلع هذا الأسبوع، حيث جاءت إثر معلومات موثوقة مسندة بعمل ميداني واستعلامي خاص مكن من توقيف فردين من هذه الشبكة، تلاها تفتيش مساكنهم العائلية، الإجراء الذي مكن من العثور والحجز لكمية من الدواء ذو الخصائص المؤثرة عقليا بريغابالين بكمية فاقت 8600 كبسولة، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، المركبة التي تستعمل في نقل الغش، هواتف نقالة يستعملها أفراد الشبكة في تنسيق الاتصالات، ومبالغ مالية متأتية من نشاط إجرامي.